أهلا بكم مجددا. أحيانا نتعرض لزيادة الوزن بلا سبب واضح أو منطقي، يستمر الوزن في الزيادة بالرغم من اتباع حمية غذائية صحية أو التقليل من الأكل. ففي هذه الحالة يجب البحث عن توازن العناصر الغذائية في الجسم. نتعرف أكثر عن هذا الموضوع وأرحب بضيفتي خبيرة التغذية في المستشفى الأهلي فرح كلكش. أهلا وسهلا. نبدأ يعني في البداية، أسباب زيادة الوزن بشكل غير منطقي. كتير ناس عم بتعاني من هيدي المشكلة، يعني بيجوا ناس بيقولوا لك أنا ما عندي أي مشكلة صحية، ما في أي تغيير بنظام حياتي، ولكن الوزن عم بيزيد. مباشرة منجرب أنه نستخلص الأشياء اللي ممكن تكون غلط، يعني منبلش بالعنصر الأول هو فيتامين دي. نقص العناصر الغذائية، نقص بالعناصر، أي اختلال بيصير. ونحن بنعرف أنه البدانة هي مرض معترف فيه كاختلال بعمليات الأيض، أوكي؟ وهذه العمليات بتتأثر بالعديد من العناصر. أولا الفيتامين دي اللي هو بيلعب دور على زيادة الأنسولين، وبالتالي إذا صار في مقاومة أنسولين إضافية رح يؤدي هذا الموضوع لزيادة الوزن والسكري. إذا مثلا نقص طبعاً انخفاض نقص فيتامين دي بالضبط. انخفاض الفيتامين دي رح يأثر كمان على الغدة الموراء الدرقية والكالسيوم، يعني فعالية الكالسيوم رح تتأثر، وبالتالي رح بيصير في ازدياد بإنتاج الخلايا الدهنية. هيدا الشيء معناته بطريقة عملية زيادة الوزن. كمان الفيتامين دي بيلعب كتير دور أساسي بامتصاص العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الزنك، المغنيسيوم، الحديد، كلها هيدا بتلعب دور بعمليات أيض مختلفة، يعني بتصنيع الهرمونات والأنزيمات. فمجرد يصير في اختلال بسيط بوحدة منه رح يتأثر الفيتامين دي. بدأنا فيه عنا البي كومبلكس اللي هو أولا بنحكي عن البي 12 البي 9 والبي 6. هول الاشياء لما كلها فيتامينات، هيدي فيتامينات من تعد من النوع القابل للذوب، يعني فات ووتر سوليوبل البي، اوكي. البي بيتاثر باخذ البروتين من المصادر الحيوانيه، بي 12 تحديدا. اذا تم يعني التخفيف منه او صار في نقص فيه رح يتاثر مواضيع الدي ان اي، صناعه الخلايا، بالاخص منا الريد بلاد سيلز اللي هي الهيموغلوبين. نعم. وما العناصر الاخرى؟ في عندنا الفيتامين اي والمغنيسيوم. فيتامين اي اساسي لعمل الغده الدرقيه اللي كلنا بنعرف انه هي بتلعب دور بمعدلات الايض والحرق يعني بطبيعه الحال. والمغنيسيوم اللي كمان بيدخل باكثر من 200 انزيم او هرمون بيلعب دور اساسي بعمليات الحرق بالخلايا. اذا تاكد ان يعني عنصر من هذه العناصر كامل غير موجود وهو السبب في زياده الوزن، كيف يمكن تعويضه؟ ما هي العناصر الغذائيه او الاطعمه التي يعني تساعدنا على تعويض هذا النقص؟ هلا على الطاوله يعني نحن هون عندنا جربت قد ما فينا انه نجمع الاشياء اللي فيها مشتركه، يعني مثلا اللي فيها كل الفيتامينات، فيها اكثر كميه ممكنه من الفيتامينات. عندنا مثلا اللحم الحمراء اللي هي بدون دهن، تحتوي على حديد وبي 12 وبي 9، بتحتوي على كثير من العناصر، اوكي. عن اللي هي بترفع معدل الهيموغلوبين او الخلايا الكرويه، الكريات الحمراء، لانه نحن بنعرف الناس اللي بيصير عندها نقص بهذه الكريات الاكسجين ما بيعود يوصل على الاطراف، فبالتالي الشخص راح بيحس بهذه العوارض، الكسل والتعب، فما راح يعمل رياضه، راح يمتن. هذه يعني في اكثر من طريقه عشان الشخص يمتن بسبب هذه العناصر. عظيم. ننتقل للفطر. اللحمه الحمراء بدون دهن، اللحمه الحمراء حديد وفيتامين بي. ممتاز. عندنا الفطر اللي هو مصدر مشروم، المشروم مصدر الياف، مصدر فيتامين دي، بالاخص بحدد في نوع ثاني بعد غير هيدا ما قدرنا نوفره اللي هو البورتوبيلو، بيجي كثير كبير لونه غامق، هيدا بيحتوي على تقريبا اكثر من ثلثين احتياجنا اليومي من الفيتامين دي اذا عرفنا كيف ناخده فريش يفضل، اوكي. في عندنا البيض مصدر بروتين، مصدر حديد، وفيتامين دي اساسي مثل ما كلنا بنعرف صفار البيض الدهني بيحتوي على بيساعد على امتصاص اكثر للفيتامين دي. عظيم. التونه فضل انا يكون فريش لانه فيها اوميجا،
أوميغا مضادات أكسدة والفيتامين دي. أسماك الدهنية بشكل عام الفيتامين دي فيها جدا عالي. سالمون، سالمون، الماكريل، سردين، إذا بنقدر ناخذهم فريش أفضل من ما يكون معلب، لأنه احتوائهم على الفيتامين دي بيكون دبل يعني ضعف، أفضل من المعلب. المصادر النباتية للفيتامين دي عادة نحن نلاقيه بالأشياء الحيوانية. الأشياء النباتية مثل الحبوب الكاملة، مثل الحليب المدعم، يفضل أن تكون مدعمة. دائما لازم نقرأ على العلبة أنه هذه الأشياء مدعمة بفيتامين دي، فيتامين دي والحديد كمان مدعمة جدا بالحديد. يعني هيدول مصادر مشتركة من الكل، وفيها بقية العناصر الأخرى أكيد أكيد. بس نحن إذا أخذنا منها بشكل مستمر رح منساعد على تعويض نقص الفيتامين وتخفيف العوارض، تقليل الوزن او يعني بالضبط بما اكيد توقف زياده الوزن غير المبرره، على الاقل نحافظ على مستوى معين. ولكن يعني نحن ما فينا نقول والله انا اخذت هول بس لسه عندي زياده بالوزن، لا، نحن هيدول الاشياء بضمن نظام متوازن وشامل وصحي مع تمارين رياضيه. عظيم. طيب بعد ان استعرضنا هذه المواد نشاهد طريقه تحضير حساء المنستروني بالخضار، وهي وجبة غنية بالعناصر الغذائية التي ذكرتها والتي تعوض الجسم عن نقص بعض العناصر الغذائية فقط، لا تعوضه فقط بل تمنحه كذلك الطاقة والنشاط. نتابع. أهلا بكم من جديد مع وصفة جديدة، شوربة المنستروني بالخضار. مكوناتها هي عبارة عن جزر مكعبات صغيرة، ملفوف أو كروم، سلري، بصل مفروم، عصير طماطم، شوربة خضار، رشة فلفل، زيت الكانولا، ثوم مفروم، سبانخ مفرومة، ومكرونة صغيرة. بنضيف زيت الكانولا والبصل المفروم، وبنقلب البصل بس لونه يتغير شوية، وبنضيف مباشرة الثوم المفروم، وبنبدأ نضيف السلري أو الكرافس المفروم، وبعدين بنضيف الجزر المقطع، هنضيف عصير الطماطم، شوربة الخضار، وبنقلب شوية بس، هنخليه على النار لمدة 10 ل 12 دقيقة تتخلط مع بعضها شوية. وبعد ما غليت الشوربة بتاعتنا وتجانست كل المكونات مع بعضها، هنضيف الكروم أو الملفوف، والمكرونة بتاعتنا طبعا مستوية، ونضيفها في الآخر. طبعا هيكون عندنا رشة فلفل بسيطة ورشة ملح بسيطة جدا، وزي ما انتم شايفين كل المكونات تجانست مع بعضها. في الآخر بنضيف السبانخ المفرومة، وبنقلب كل الشوربة مع بعضها، وكده شوربتنا جاهزة للغرف. ده هيكون طبق المينستروني. شكل جديد صحي وخفيف، بس لمستنا الأخيرة على الشوربة تدي شكل أجمل. وده هيكون شكل طبقنا النهائي، وبالهنا والشفا. نشكر الشيف علي نصار على هذه الوصفة الشهية والمفيدة، وأعتقد مكونات هذه الوصفة ركزت بشكل أكبر على فيتامين دي. كيف نعوض ما الأطعمة التي يمكن أن تعوض العناصر الأخرى التي يسبب نقصها زيادة الوزن؟ في الوصفة كمان ذكرت سبانخ، إذا لاحظت سبانخ هو مصدر عالي بالفيتامين أي، ذكرناها معنا هنا اللي موجودة هون، ممكن أخذها فريش وممكن أخذها مطبوخة، ونستفيد من ميتها. يعني لما نستعمل السبانخ ما نكب الماء، لأنه كل الفيتامينات اللي بتدوب بقلب الماء رح بتروح إذا ما استخدمناها. فنحن فينا نستعمل السبانخ، نستخدمها شوربة ونشربها مع المرقة، كلها موجودة ما عندك مشاكل. عندنا كمان مصدر حديد تاني وفيتامين أي اللي هو الفواكه المجففة، جدا مفيدة للناس اللي بدهم يعوضوا نقص الحديد.
اوكي المشمش المجفف، وهون عندنا اللقطين اللي هو مصدر فيتامين سي، فيتامين اي، وكمان عناصر الالياف واللي هي جدا مفيده، والحليب. الحليب المدعم دائما مثل ما حكينا انه هو عالي بالبروتين، عالي بالبي كومبلكس، عالي بالفيتامين دي، يعني كل العناصر موجوده عندنا هون، فانا بشجع على تناول هذه الاشياء ولكن ليس بزياده. مش بزياده، يعني خذوها بس مش اضافه للاكل. اعتقد تؤدي لنتيجه عكسيه ايضا. ممكن كل شيء زاد بالمعنى نقص. طيب وصلتنا مجموعة من أسئلة مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من تويتر مع مشاركة أم سعد تقول: السلام عليكم يا السلام عليك يا دكتورة، أنا وزني 85 وأريد علاج حتى أصل ل70، وعندي مرض التصلب اللويحي. التصلب اللويحي أو ما يعرف بالمالتيبل سكليروسز. المالتيبل سكليروسز أول شيء، في أول مشكلة فيه إنه هو الأشخاص اللي بيعانوا منه بياخدوا ستيرويدز، والستيرويدز راح بتزيد الوزن بطبيعة الحال. فلا بوضعها هي تجرب أول شيء تعرف شو الأشياء اللي عم تسبب، يعني تجرب يعني قدر المستطاع تاخد أدوية بتزيد الوزن. أوكي فنحن بمجرد ما يعني لنساعدها لتخطي هيدا التصلب وتنزيل الوزن، لازم دايما تاخد أشياء قليلة الدهون، لانه الستيرويد بيزيد امتصاص الدهون، فبصير جسمها يعبي دهون زياده وتزيد وزنها طبيعي. اوكي فنحن بناخذ اشياء عاليه الالياف قليله الدهون، عاليه بالفيتامين دي، لانه المالتيبل سكليروسز جدا مرتبط بالفيتامين دي. كمان لازم ناخذ الاوميجا 3 من الاسماك الدهنيه مثل التونه، ممكن البيض المدعم بالاوميجا 3 كمان فيها تاخده، عشان هذا يساعدها على الاثنين، على عدم زياده الوزن، تعوض النقص اللي عندها من العناصر والتغلب على العلاج من التصلب. طيب هبه لطفي تقول: اذا كان عندي تحليل فيتامين دي 15.69، فالمفروض اخذ جرعه قد ايه من الفيتامين؟ هلا تحت ال20 يعني خلاص دخلت بالديفيشنسي، هي ناقص ناقص، يعني مش انه غير كافي، لا خلاص ناقص جدا. اول شيء لازم ترجع تشوف الدكتور لحتى هو يقرر الكم، اي طريقه علاج، لانه مثل ما بنعرف في حبه بتنعطى يوميا وفي حبه بتنعطى اسبوعيا. هيدي بدها تاخذهم لتجرب تعلي للمستوى المطلوب عشان تحافظ الاشياء اللي ذكرناها. تستعين بهذه العناصر الغذائيه اكيد، والتعرض لاشعه الشمس ما بدنا ننساها كمان، ربع ساعه لاشعه الشمس. طيب من انستغرام بيبو بوغالا يتساءل: هل التين المنقوع بزيت الزيتون مع حبات فصوص ثوم صحيح يرفع فيتامين د؟ ما فينا نعتمده كعلاج. هيدي الوصفه، هيدي الوصفه انا سامعه فيها للناس اللي بيهتموا ببشرتهم، للنساء تحديدا، لانه زيت الزيتون فيه مضادات اكسده، فيه الزيوت المفيده اللي الاوليك اسيد. اوكي فبالنسبه للتين هو مصدر بوتاسيوم، بشيل الانتفاخ، لو ماشي معاه اوكي يعني, مش هتضر، بس ما نقدرش نعتمدها علميا، مش نعتمدها عشان الفيتامين دي. طيب سؤال اخر من ام سيف تقول: انا وزني 45 وعمري 45، وزني ضعيف جدا، هل ممكن يزيد وزني مع انه عملت جميع التحاليل وتحليل الغده وكلها سليمه؟ ما في اي مشكله، بس ان كل الاطباء يقولوا هو عودك، فهل من حل سريع ومجدي؟ لازم نشوفها بالعياده، يعني نعرف شو تكوين جسمها، شو اللي ناقص عندها عشان نزيده. يعني اذا كان وزنها هو وزنه على ما يبدو ناقص جدا، يعني اندر ويت، فلازم نحن اول نصيحه راح اعطيها اياها، راح نزيد السعرات الحراريه اللي هي عاده بتاخذها من 250 ل 500 سعره. اوكي بتتضمن هذه السعرات الاشياء العاليه بالاحماض بالاحماض الدهنيه او الدهون المفيده، البروتين نقسمهم على سناكس، يعني مثلا فيها تاخذ التمر مع الكوكونات مع المكسرات، يعني هون عم ناخذ فواكه مع مكسرات مع دهون، عم ناخذها على شكل سناك، هيك ممكن تساعدها انه تزيد وزنها. عظيم. مستر هان يقول: اخذ ادويه حديد ومع هذا المعدل هو 7.9 هيموجلوبين، يمكن 7.9 يعني هذا مش واضح السؤال، مش ولكن واضح السؤال. طيب خلينا ننتقل لسؤال اخر. باسم احمد يقول: حاولت زياده الوزن لكن بعد الوزن ما بيزيد بيرجع تاني للنحافه الشديده
وعدم الشهية في الطعام. اوكي، اولا بدي عكس كل الناس يعني عكس كل الناس. نحن لازم طبعا طبيعة الحال انا راح اعلي السعرات الحرارية اللي بياخذها، يكثر من الكوكتيلات، يعني الكوكتيل اللي بيشمل الافوكادو مع مثلا يستعين بالاشياء اللي عندنا، حليب مع مكسرات مثلا، حليب مع حبوب مدعمة مع فواكه مجففة، في ياخذها كوجبة فطور الصبح مثلا، بياخذ كمية اللحمة اذا هو عنده نقص شهية ما بيقدر يكفيها يوقف بيكفيها بعد ساعتين، يزيد البروتين، يزيد الأحماض الدهنية. البيض جدا عالي بالبروتين، يعني الفاليو تبع الامتصاص البروتين من البيض جدا عالي، ففي يستعين بالبيض كل يوم عشان يزيد كتلة العضلة اللي عنده، وفي مكملات كمان بيقدر يستعين فيها، فيتامينات وأشياء تفتح له شهيته. أشكرك جزيل الشكر فرح كلاكش خبيرة التغذية، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة. دمتم بصحة وأفضل حال، وإلى اللقاء بإذن الله.